يعد ارتباط مصر بقضية فلسطين ارتباطا دائما وثابتا تمليه اعتبارات الامن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين. ولم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في اي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية ولم يكن ابدا ورقة للمساومة الاقليمية او الدولية. جهود مكثفة ودعم بلا حدود على مدار عقود، فمنذ عام 1948 وتحمل مصر على عاتقها القضية الفلسطينية، حيث حرصت على التأكيد دوماً على مقاربتها الوطنية للقضية الفلسطينية، والتي ترتكز على عدة محاور. منها أن البوابة الأساسية والوحيدة لحل القضية الفلسطينية تكمن في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الاحاديه التي تعيق اقامه الدوله الفلسطينيه مثل الاستيطان والاجراءات التي تتخذها اسرائيل في القدس مع دعم الحقوق العادله للشعب الفلسطيني وعلى راسها حق العوده للاجئين وتوالت الجهود، وبدعم مصري مسبق، اكد مجلس الامن رؤيه الدولتين، ودعا للمره الاولى الى ضروره قيام دوله فلسطينيه. وكان لمصر جهودا في اقرار خطه خريطه الطريق، والتي تبنتها اللجنه الرباعيه، والتي ايدت وثيقه جنيف في ديسمبر 2003، التي تنص على انسحاب اسرائيل من معظم الاراضي التي احتلت في حرب عام 1967. لتواصل مصر بذلك دفاعها المستميت عن القضيه والاشراف على الانسحاب الاسرائيلي من غزه عام 2006 عقب التوغل البري للقوات الاسرائيليه في القطاع ومن ثم الاشراف على صفقه جلعاد شليط عام 2011 ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو 2014، ظلت القضية الفلسطينية قضية محورية ومركزية لمصر، فبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار واشتبكت مصر بشكل دائم مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني وعلى رأسها ملف المصالحة الفلسطينية، ولها إسهامات مضيئة في هذا الملف على غرار الإشراف على توقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاق إنهاء الانقسام في عام 2017 إيماناً منها بضرورة ترتيب أوراق البيت الفلسطيني من الداخل لحل القضية وكان ولا زال لمصر دور رئيسي في الوصول لتهدئه في كافه الحروب السابقه ودورها في دعم اعاده اعمار غزه عقب الضربات الاسرائيليه عام 2021 والذي رصدت له ميزانيه قياسيه بلغت 500 مليون دولار. هذا الجهد متعدد الاتجاهات ظهر بشكل اكبر خلال العدوان الاسرائيلي الغاشم الحالي على قطاع غزه والمستمر منذ اكتوبر الماضي ونتجت عنه جمله من التداعيات. السلبية على المستوى الامني والانساني والسياسي شملت قطاعا كبيرا من الشرق الاوسط وهو ما اوجب على مصر من واقع مسؤوليتها التاريخيه ودورها المحوري وواجباتها القوميه والانسانيه المبادره بتفعيل تحركات انيه في عده اتجاهات لمحاوله حصار هذه التداعيات وتقليل تاثيراتها قدر الامكان في اطار موقفها الثابت والراسخ في قضيه العرب.